شهد قطاع الدراسات العليا والبحوث بجامعة المنصورة تطوراً ملحوظاً، حيث تولى إدارته اسماً لامعاً في كلية الطب والجامعة. استكمل مسيرة من سبقوه واستعان بخبرات الأساتذة وجهود شباب الباحثين للارتقاء بالبحث العلمي. عمل بروح التحدي والعزيمة والإصرار على النجاح. إنه الأستاذ الدكتور أشرف محمد سويلم، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث. حصل على بكالوريوس التخصص طب وجراحة عام 1982 بتقدير جيد جدا مع مرتبة الشرف من كلية الطب، وعمل أستاذا بقسم طب وجراحة العيون. تولى العديد من المناصب والوظائف الإشرافية، منها مديرا لمركز طب وجراحة العيون من 4/3/2013 حتى مارس 2016 ميلاديا. وفي عام 2016 صدر قرار رئيس الوزراء بتعيينه نائبا لرئيس جامعة المنصورة لشؤون الدراسات العليا والبحوث لمدة 4 سنوات. مسيرة عطاء وجهد دؤوب ورؤية مستقبلية للارتقاء بمنظومة البحث العلمي بالجامعة. قام بتطوير وتحديث آليات ونظم البحث العلمي والدراسات العليا. تم استحداث برامج دراسية جديدة، وعقد العديد من المؤتمرات السنوية لقطاع الدراسات العليا، منها البحث العلمي والابتكار التكنولوجي وتدوير التعليم العالي بجامعة المنصورة. عمل على زيادة التعاون مع جميع الهيئات المانحة لزيادة المشروعات الممولة من الجهات المحلية والأجنبية للمساعدة على كيفية الحصول على المشروعات والمنح وبراءات الاختراع، وكذلك المساهمة في نقل وتسويق التكنولوجيا. دكتور أشرف كقائد عنده رؤية واستراتيجية أن يوصل بالجامعة لأعلى درجات في ترتيب لأعضاء التدريس، عندهم قدرة عالية على النشر العلمي في مجلات عالمية. برضو هو بيتعامل كأب مع معاونين أعضاء التدريس، بيحل مشاكلهم كأب مش قائد بس. بنلتزم بالقواعد، بنطبق القوانين والكل والإجراءات سليمة، لكن في روح القوانين، في روح المساعدة والمساندة. حتى وهو بيتكلم عنهم يقول ابننا اللي في عضو البعثة، ابننا اللي مسجل الدكتوراه، فدي حاجة من جواه وفعلا بيطبقها، احنا كلنا لمسناها. الحقيقة احنا بنشكره جدا على الوقت اللي كان معنا فيه قائد، وبنتمنى له كل الخير والتوفيق والسعادة ليه ولأسرته، وبنقل له كل تحيات كل القطاع بكل الموظفين والعاملين فيه. وفي العلاقات الثقافية بدأ العمل في البورد العربي، وذلك من خلال التدريب للزمالة العربية بالمستشفيات الجامعية والمراكز الطبية التابعة لكلية الطب. ورغم كل التحديات والصعاب، سعى إلى توقيع العديد من الاتفاقيات العلمية مع الجامعات والمراكز البحثية في الشرق والغرب، وتم توقيع 52 اتفاقية علمية مع جهات مختلفة، 41 دولية زائدا 11 محلية. كان لي الشرف أن اشتغلت مع الدكتور أشرف وأنا عميد، هو مدير مركز العيون، وعملنا أكثر من اتفاقية ناجحة مع أسبانيا ومع الصين. ثم بعد ذلك عملت معه وهو نائب لرئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وكان نعم الأخ ونعم الصديق. نبذة أخيرة عن دكتور أشرف في حياته العملية، هو إنسان مهذب جدا، طيب جدا جدا، حبوب، مخلص، ومن ثم وصوله إلى السن القانونية لا يعني هو انتهاء الكارير، وإنما أمامه العمل الطويل المديد. تمنيات له بالسعادة وبحياة هانئة مع الأسرة الكريمة. كل سنة وانت طيب دكتور أشرف. وفي تصنيف الجامعات أصبح الارتقاء بتصنيف الجامعة محليا وعالميا تحديا جديدا، وعمل الدكتور أشرف سويلم على تشكيل فرق عمل لرفع تصنيف جامعة المنصورة من خلال الحث على نشر الأبحاث العلمية الدولية، أدى إلى ظهور الجامعة في التصنيفات المختلفة وتصدرها مراكز متقدمة بين الجامعات المصرية والعالمية. وظهرت الجامعة لأول مرة
في تصنيف شنغهاي، وتصدرت جامعة المنصورة المراكز الأولى بين الجامعات المصرية في العديد من التخصصات. فحصلت الجامعة على المركز الأول في مجال العلوم البيطرية، والمركز الثاني في المجال الطبي وطب الأسنان، والمركز الرابع في مجال الصيدلة. وفي تصنيف الويبو ماتريكس للنصف الثاني من عام 2019 ميلادياً احتلت الجامعة المركز الثاني بين الجامعات المصرية. وفي تصنيف التايمز حصلت الجامعة على المركز الأول بين الجامعات المصرية، وعلى المركز 137 على العالم لبلاد الاقتصاديات الناشئة. وفي تصنيف الكيو اس حصلت الجامعة على ترتيب متميز ما بين 251 إلى 300 في المجال الصيدلي، وعلى الترتيب ما بين 351 إلى 400 في المجال الطبي، وعلى الترتيب ما بين 500 إلى 551 في المجال العلوم الطبيعية الكيمياء. الحقيقة الدكتور أشرف سويلم كان له أثر كبير في تقدم الجامعة في التصنيف. الحقيقة إحنا ما كنت مسكت التصنيف وبحضر الدورات، كنت باجي أناقش معاه الدورات التدريبية وإيه هي خطة العمل المستقبلية عشان نرفع من تصنيف الجامعة. والحقيقة على مدى الفترة اللي فاتت ظهر تصنيف الجامعة بتاعنا في شنغهاي، وطلعنا في مراكز أولى في بعض التخصصات زي الكلينيكال ميديسن والفيترينري، وأخذنا يمكن المراكز الثالث أو الرابع في بقية التخصصات العلمية. ظهرنا لأول مرة في اللايف ساينس، في الماثيماتكس موجودين. ودايما كان الدكتور أشرف حريص في أي قرار بياخده في استراتيجية الدراسات العليا إنها كلها أوتكامز على التصنيف العالمي للجامعة. طبعا في تصنيف التايمز برضو إحنا طلعنا من 800 ل 600، وان شاء الله هنطلع اكتر واكتر باذن الله. بمناسبه انتهاء قياده الاستاذ الدكتور اشرف سويلم لقطاع الدراسات العليا والبحث العلمي بجامعه المنصوره، انا بقدم شكري وتقديري له لما قدمه من خدمات جليله لهذا القطاع خلال فتره توليه لهذا المنصب. الأستاذ الدكتور أشرف سويلم الحقيقة أثر الجامعة في جميع الاتجاهات الخاصة بهذا القطاع. Dear Vice President of Research Dr. Sweelam, we thank you for your support of the research collaborations between University of Louisville and Mansoura University by selecting U of L to be the U.S. Institute for Mansoura University Students, Medical and Engineering for co-op internships in the Department of Bioengineering, the Diabetic Retinopathy Research Project, and the Genome Lab Project for finding new predictive biomarkers for the neoadjuvant chemotherapy response in muscle-invasive bladder cancer. We appreciate you taking the time to visit us last year for signing of the MOU to develop a joint graduate program between U of L and Mansoura University. We are looking forward to working with the next EVPRI at Mansoura University to complete developing these joint programs. One of the mainstays of the University of Louisville and a symbol of the University of Louisville is the Thinker Statue. So on behalf of myself and the University of Louisville, we have asked Dr. Ayaben Elbaz to give you this Thinker Statue in commemoration of our partnership and thanking you for your time and energy. We wish you the best of luck in your retirement. Thank you. مهما قلت من كلمات لن تفي الأستاذ دكتور أشرف سوي لم صديق العمر حقه. هو شخصية فريدة، يعني دايما أقول عليه إنسان نقي، ابن ناس، محترم، كل الأمور الطيبة في تجمعت في هذا الشخص اللي أنا بكن له حب كتير. ده على المستوى الشخصي. على المستوى الإداري عملنا مع بعض 3 سنوات تقريبا، مثال الالتزام والأداء الرفيع، عمره ما كان سبب في أي مشكلة إطلاقا. عايز أقول له ألف مبروك، أديت اللي عليك بكل أمانة وشرف وإخلاص. ألف مبروك انتهاء المدة بسلام، وألف مبروك بلوغك سن الحرية. وطبعا أنت لسه شباب، أنت الشاب الوسيم بتاعنا دكتور أشرف، ربنا يوفقك إن شاء الله، وكل التمنيات الطيبة لك بالتوفيق وحظ سعيد إن شاء الله في كل ما هو قادم بإذن الله. النهاردة احنا يعني بنجتمع علشان نقدم التحية والشكر لإنسان جميل
إنسان يعني لما نقول كلمة أستاذ جامعي هي تنطبق عليه في كل حاجة. بنقول شكرا للأستاذ دكتور أشرف سويلم على الفترة اللي هو قضاها في على رأس قطاع شؤون الدراسات العليا والبحوث في الجامعة. هي كانت فترة مثمرة، فترة يعني ستظل علامة فارقة في تاريخ جامعة المنصورة. حصل فيها كثير من التطور في جامعة المنصورة في مجالات عدة. أنا طبعاً أعرف الدكتور أشرف من زمان قوي، لكن فترة 3.5 سنين اللي فاتوا تزامنا وتقاربنا بشكل أكبر. كنا فريق عمل من احنا الاثنين، ودكتور إناوي، دكتور زكي، ثم الدكتور محمود، وانضم لينا دكتور محمد عطية بعد كده. الحمد لله كان بتجمعنا يعني علاقات وروابط قوية. كنا بنتشاور سويا في كل ما يتم اتخاذه من قرارات. أتمنى لي إن شاء الله أن تبقى حياته القادمة أكثر عطاء، وأنا متأكد أنه هو مش هيبطل العمل، وسنظل نسترشد بآرائه في كل المجالات الخاصة بالجامعة. ربنا يدي لك الصحة ويبارك لك في ما قمت به من أعمال، ويبارك لك في أسرتك إن شاء الله، وتظل ما بيننا من علاقات إن شاء الله إلى الأبد. ألف شكر لحضرتك، ودائما نلقاك على خير. شكرا. دكتور أشرف بالنسبة لي مش بس الوالد، هو الوالد والصديق والأخ وكل حاجة تقريبا. هو الباك بون بتاعنا، هو ده اللي احنا مرتكزين عليه. ودايما زمان وانا صغير لما كنت بتعامل مع الناس او احتك بيهم، كنت بلاقي ان الناس لما بتعرف ان انا ابن الدكتور اشرف، التعامل معاهم معايا بيتغير. فسواء كان في مدرستي او كنت في نادي بروح وبزول في رياضه، او لما كبرت ورحت الجامعه، كان دايما الناس بيبقى ليها اثر طيب من معامله الوالد معاهم، ودي كانت حاجه طبعا بتبسطني يعني. وكل ما الواحد كبر بقى عارف ان ده مش بيجي بالسهل، ده بيجي بالهدوء وبالشخصيه الكريمه مع الناس في التعامل، مش كريمه بحاجه اخرى غير التعامل الكريم. في نفس الوقت شفت نجاحات بابا في العياده وفي على مستوى العلمي والتعامل مع المرضى، لقيت ان هو ما شاء الله يعني الناس كلها دايما لما حد بيعرف ان انا ابن الدكتور اشرف ويقول لي ده انا عمل لي كذا، ده عمل لاختي كذا، الحمد لله كذا. وبعدين شويه بشويه بقى بدات النجاحات دي تتطور لنجاحات على المستوى الاداري بقى جوه المؤسسه اللي هو بيشتغل فيها، اللي هي جامعه المنصوره، سواء من مركز العيون وتقلد رئاسه مركز العيون، وبعدين نائب رئيس الجامعه للدراسات العليا والبحوث. ودي حاجه اصلا بابا بيحبها يعني، هو يوم الاجازه بتاعه غالبا بيبقى جزء كبير منه متاخد لمتابعه بحث علمي، انه يبص على بيبر، يشوف رساله هو هيناقشها، فهو دايما منشغل بالحاجه اللي ليها علاقه بالعلم وتطويره يعني. فالحمد لله ان هو ادى رساله حلوه وساب فينا كلنا اثر جميل. اذكر دايما الحاجه الكويسه اللي الدكتور اشرف عملها زي ما بيقول يعني. كويس ان هو قرب يخلص او خلص تقريبا علشان يبدا يرجع لنا بقى للبيت، لان الواحد كان افتقده الفتره اللي فاتت دي نتيجه للمشغوليه والضغط اللي موجوده عنده. بس نحمد الله يعني على كل حاجه، وبالتوفيق يا رب دايما. نتائج إيجابية بكل المقاييس وضعت اسم جامعة المنصورة عاليا بين الجامعات العالمية، وأصبحت قبلة للباحثين من شتى بقاع العالم. منظومة نجاح صنعها ونفذها شخصية فريدة من قيادات جامعة المنصورة.